تفتكروا البغبغان بيتكلم ازاي وهو ما عندوش حنجره؟ صباح الفل. جواب السؤال ده ان البغبغانات ما بتتكلمش، هي بتقلد. فالبغبغان عنده قشره محيطه للمراكز الصوتيه في مخه مسؤوله عن محاكاه اللغه، غير الوصلات العصبيه اللي بتساعده على تعلم الاصوات وتقليدها، وذاكرته بتخليه قادر على تخزين الكلام اللي بيوصل ل 800 كلمه مع حفظ الموقف اللي بيتقال فيها، وده مش عن طريق احبال صوتيه ولا حاجه، ده عن طريق تصفير. فالبشر بتمتلك حنجره، اما البغبغانات عندها صندوق صوت اللي موجود في الجزء السفلي من القصبه الهوائيه اللي بيخرج منها كل الاصوات على هيئه صفاره، واللي بيغير نغمتها بلسانه وتحريك رقبته، وهو عنده منقار قوي اللي ممكن بيه يكسر ثمره جوز هند. ومن اشهر الانواع اللي بتتكلم بغبغان الرمادي الافريقي، وبغبغان الامازون، بغبغان البادجي، بغبغان الكويكر، والبغبغان الهندي. ولو عايز تدربه على الكلام فممكن تسجل كلمه او جمله وتشغلها جنبه كتير عشان يحفظها، وبعدين ممكن تغير الجمله لكن لازم تسيب فتره زمنيه ما بينهم عشان البغبغان ما يتلخبطش ويعرف ان هي جمل منفصله مش جمله واحده. وهو من اذكى الطيور اللي مع التدريب ممكن يسوق عجله ويميز الالوان والاعداد كمان.